أنا محمد الحلا، ملقب بشكل عام باسم البخاري، لقباً للعيلة طبعاً. عائلتنا معروفة بهذا الاسم من زمان. يعني بشكل عام بحب أنا الستايلات، بحب الموديلات، بحب بشكل عام الفاشن والشيء الجديد والكذا اللي العالم بتحبه. بقى اخترت إنه أكون حلا لأنه بدي يعني بحب أنا ولا أي حدا ممكن يكون قدامي يطلع بشكل يكون يعني هيك مرتب وظريف. بلشت تقريبا بال 2009 وقتها حبيت المهنه، حبيتها بال 2009 وبلشت فيها فورا. كنت ادرس واشتغل، بلشت تقريبا بشي صف التاسع عاشر بتذكر بالصيف. بتعرفي اي حدا بالصيف بيشتغل وبالشتاء بيكون بالمدرسه. كملت دراستي جامعه وكل شيء، خلصت الجامعه وكان كله تمام. نحن اليوم كونه شعره ناعم واشقر هلا بعد ما نشفه يبين معنا، ما حبيت خفف له كثير لانه شعره ببلش يوقف من هذا المكان وبيبقى له هي القصه. هو كان شعره طويل، حاولنا ندرج بحيث ما تطلع كثير قصيره وتفرق بين الشعر بين الجنب ومن فوق، ضل حلاقه مرتبه. الحلقات درجة صيف 2024 مثلا في حلقة التيبر فيد، هي جديدة ما صار لها زمان نازلة. في كمان كتير دارج آخر أيام الشعر الكيرلي، شعر الكيرلي كتير مطلوب، يعني صار له هاي السنة والسنة الماضية كتير كتير مطلوب، والشباب بشكل عام صايرين عم يحبوا يخففوا شعرهم. يعني بالنسبة للصيف حلقات صيفية، وبالشتاء أحيانا بيطولوا شعرهم وبيغيروا اللوك شوي. إذا ما نعرف نحن شو القصات ممكن تلبق لوش الشخص أو شيء، بدنا نشوف شكل وشه أول شيء. إذا كان مدور بنخليه يكون هيك شوي طويل، وإذا كان مطول فينا ندوره، وإذا كان أحيانا بيكون وشه مربع بيكون ممتاز كونه دارج آخر فترة تكساس ومع تكساس هذول القصص. هلا بحاول اول شيء انا اذا بدي اتصرف بهذا الموضوع، الشيء اللي بيلبق له هو رح يورجيني صوره، رح شوف اذا بتلبق له اول شيء على لون شعره، مو على لون شعره، على شكل وشه. يعني اذا هي ما بتلبق له بالنهايه ما حساوي له اياها، لانه بالنهايه اذا بدي اوصل له انا وبتطلع نفس الصوره بس مو لابقت له، هذا الشغل غلط. هلا حلقات العيد بتفرق انه بالنسبه للصغار والكبار نفس الشيء، بالنهايه هن عيد وزيارات بحبوا يطلعوا، كل العالم بتحب تكون حالقه وطالعه مرتبه. بشكل عام يعني العالم كلها بتحب تطلع مرتبه، يعني بالعيد بحبوا يحلقوا حلقات العيد مشان يطلعوا انه خلص عيد وثياب جديده وقصص.